الشيطان الصياح وما من الصياح الفياح والنجاح من مكانهم لأنهم لا يحصل في الله يوم تلائم. ابن تيمية أدخل السجن ودخل عليه سلطان عصر السلجوقي وقال له يقول الناس إنك تريد ملكنا. فتبسم ابن تيمية وقال والله الذي لا إله إلا هو ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا واحدا. قال له كل الملك اللي انت قاعد عليه لا يساوي عندي فلس واحد. أيها الأحباب، المؤمن يفر من بين يديه الطغاة والبغاة. المؤمن الصادق يفر من بين يديه الطغاة والبغاة، لأن الله تعالى يعطيه القوة ويعطيه الهيبة ويعطيه القدرة. جبنا قبل شوية سيرة ابن تيمية لما دخل على رئيس التتار وقائد التتار وكان مشروعا بقدر الناس، اي معارك امامه يهمه، فانتدبوا ابن تيميه ليتحدث معه. فخرج اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وتكلم معه واعاده وجنوده عن دمشق. قالوا له كيف تكلم معه وهذا ما فيه انسان؟ قال والله لقد نظرت اليه فاذا هو كالحاره امامي. قال انا شفت زي فار. الله تعالى اعطاه الهيبه، اعطاه الوقار، اعطاه القوه. المؤمن يفر من بين يديه الغره والطغاه. الجمع بين العلم والايمان، ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم. اما الافكار المصوره التي تظهر عقيده الامه فلسنا بحاجه لها، فانها لا تحرر البلاد ولا يحرر الاقصى بالجهل، ولا يحرر الاقصى بالجهل والتفرقه والاتهامات. فهذه رسائل الضياع. وحتى لا ياخذنا او تاخذنا الاوهام هنا وهناك، فصلاح الدين الذي حرر مصر كان عالما من علماء الحديث النبوي الشريف، ومعه في التحرير جمع من العلماء كانوا قواد الجيوش، أخذوا مناصبهم بناء على ذخيرتهم العلمية وليست بالأحساب والأنساب والأقدمية، ولم يشاركوا بالفتح الصلاحي من خلف شاشات التواصل الاجتماعي، بل كانوا